السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم التي سوف أشاركها معكم حول ديكور فناء منزلي يستخدم داخل البيت. عادة في المغرب نقوم بتسوية مثل هذا الفناء في المنازل التي تكون بواجهة واحدة حتى تساعد في عمل تهوية البيت ومرور إضاءة الشمس. فهذا البيت هو الذي شاركت معكم ديكور مطبخ في الحلقة السابقة، وقلت يعني أشارك معكم هذه الفكرة لكيف يتعمل فناء بهذا الشكل. فكما تشاهدون هذا هو صالون البيت، يكون فناء بهذا الشكل، فعادة لا يكون في أغلب المنازل بهذا الديكور. فهذه طريقة يعني رائعة جدا، كما تشاهدون يكون بهذا الشكل فيعطي إضاءة لصالون البيت، وفي نفس الوقت نستغله لوضع نافورة. فهذا الجدار الذي يظهر باللون الأسود فهو عبارة على نافورة، فكل شيء يعني يوجد فيه المحركات التي تدفع الماء إلى الأعلى. فهنا ينزل الماء، هذه محركات لرفع الماء إلى الأعلى وينزل من هذا الواد الذي يوجد هنا. فطريقة وضع المحركات وكل شيء يعني يمكنكم وضعه في الأسفل. بالنسبة لأنبوب لرفع المياه إلى الأعلى يكون داخل الجدار، تكون قطعة معدنية يعني على شكل واد، فعندما تمتلئ بالمياه يعني الماء ينزل إلى الأسفل. الواد لإنزال المياه لا يظهر، لكن عندما يشتغل المحرك فالماء يقوم بالنزول عبر هذا الجدار الذي يظهر باللون الأسود، فشكله رائع يعني عند تشغيله. وبالنسبة للسطح خاص بهذا البيت حتى أشارك معكم هذا الفناء كامل، وبالنسبة للسطح تم تلاؤه باستخدام باستا فبهذا الشكل يظهر. فهذه الباستا، فالكثير من الإخوة يسألونني عن باستا بالباقيط، يعني عندما يزول الحجر الصحي إن شاء الله سأشارك معكم حلقة لكيفية عمل ديكور الباستا. يعني في المواد لا تباع في مدينتي إن شاء الله يجب أن أسافر حتى أحضر تلك المواد. فكما تشاهدون هذا هو شكل هذا الفناء، فهذا غطاء خاص بهذا الفناء. هذا زجاج بلاستيكي، ليس بزجاج يعني، هذا زجاج بلاستيكي يعني مصنوع من البلاستيك، ولو أنه تكسر يعني لن يسقط إلى الأسفل. وكما تشاهدون يعني يوجد شباك من الحديد في الداخل، قمنا بتلائه باللون الأبيض. فمن الأفضل أن تقوموا بتلائه باللون الأبيض لأن اللون الأبيض يسمح بمرور الإضاءة إلى الأسفل. هذا هو ديكور هذا الفناء كما تشاهدون، وأتمنى أن تعجبكم الفكرة. أتمنى أن تقوموا بعمل فناء متميز، يعني لا تجعلوه يعني عبارة عن أربعة جدران، يعني يجب أن تقوموا بوضع فيه شيء يعني يكون متميز في البيت حتى يساهم في جمالية البيت. أشكركم على حسن المتابعة، وإذا كنتم تشاهدون حلقاتي لأول مرة على اليوتيوب قوموا بالاشتراك في القناة وقوموا بتفعيل زر الجرس حتى يعلمكم اليوتيوب بوصول أي فيديو، وقوموا بالضغط على زر لايك. أراكم إن شاء الله في أقرب وقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.